نحن اليوم داخل مرصد جنيف الدولي لحقوق الإنسان وعلى هامش أشغال الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان، نفتح نقاش حول فضاء آخر من فضاءات حقوق الإنسان، وهو اليوم حول تجربة العدالة الانتقالية بالجزائر. هذا الورش الذي يستلزم فضاءات وجهد ووقت أكثر، لكننا اليوم نركز على نقطتين رئيسيتين حول ضمانة عدم التكرار واستمرار عملية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالخصوص التهجير القسري اللا إنساني لا في حق المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، 100,000 من المغاربة، ولا استمرار هذه العملية حتى الآن في حق المهاجرين لا من بلدان الشرق الأوسط كسوريا ولا من بلدان الصحراء الكبرى. عمليات لا إنسانية، فضاعات إنسانية ترتكب حتى الآن. وأيضا نركز بشكل آخر حول تجربة العدالة الانتقالية والمسار المعطوب الذي تبنته الجزائر أو النظام الجزائري بعيدا عن أي مقاربة حقوقية من أجل الكشف عن الحقيقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة، من أجل جبر الضرر للضحايا، ومن أجل كذلك ضمانة عدم تكرار هذه المآسي. سعيد اليوم بتواجدي في ضيافة المرصد جنيف الدولي حقوق الإنسان على هامش الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان. فيما يتعلق بموضوع اليوم والنقاش اليوم، يعني تمحور حول تجارب العدالة الانتقالية، وتم التركيز على تجربة جزائرية على اعتبار أن التجربة الجزائرية يعني تحتاج إلى النقاش، لأنه عندما نستحضر بعض التجارب الدولية مثل التجربة البرازيلية والشيلية وجنوب إفريقيا والمغربية، يلاحظ بأن التجربة الجزائرية لا يمكن توصفها بأنها تجربة عدالة انتقالية. الجزائر لم تعيش تجربة العدالة الانتقالية، على اعتبار أن العدالة الانتقالية يجب أو تستوجب وجود مجموعة من الشروط مثل خلق لجان لكشف الحقيقة، الحقيقة يعني مهمة جدا في تجارب العدالة الانتقالية. المسألة الثانية أنه الخلفيات التي حكمت ما يسمى العدالة الانتقالية في الجزائر كانت ربما مرتبطة بالصراع الذي عاشته الجزائر أو عشرية الدم، يعني خلال التسعينيات القرن الماضي، حيث أنه كان هناك صراع بين جماعات مسلحة والنظام العسكري الجزائري. ومن الغرابة أن هذا النموذج أن كان الحديث على العدالة الانتقالية في معرض أن هناك مصالحة مع ما يسمى الإرهابيين، بمعنى أنه نظام جزائري أعلن عن العدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية انطلاقا من المصالحة مع التنظيمات التي كان يصفها بأنها إرهابية. وبالتالي النقاش اليوم تمحور حول إيجاد السبل أو التركيز أو وضع النقاط حول الحروف فيما يتعلق بالتجربة الجزائرية، سواء فيما يتعلق بهذه التجربة، لأنها تجربة تحتاج إلى النقاش، وتجربة يعني لا تستوفي الشروط المتعلقة بالعدالة الانتقالية. كانت مداخلتي حول الانتهاكات التي وقعت بالجزائر سنة 1975، بحكم أنه بعد تنظيم المغرب المسيرة الخضراء قام النظام الجزائري آنذاك بتهجير ما يقارب 45,000 عائلة مغربية، أي ما ينايز نصف مليون مغربي ومغربية. وكانت هناك انتهاكات، كان هناك اعتقالات، هناك وفيات، كانت هناك مجموعة من الجرائم التي ارتكبت في حق أبرياء. وبالتالي نحن في هذه المداخلة ارتأينا أننا نعطي تكييف لهذا الحدث، فهو حدث من خلال التهجير الجماعي القسري يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. ثم كانت هناك مصادرة الممتلكات والعقارات وكل ما يملكون هؤلاء البشر اللي هم مغاربة وساهموا في تحرير الجزائر من قبضة الاستعمار، فهي جريمة حرب. إضافة أن كانت هناك إبادة ورعب وإرهاب للأطفال والنساء، فهي تعتبر من ناحية القانون الدولي جريمة إرهاب. وبالتالي على نحن في هذه المداخلة حاولنا من خلال تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، هل يمكن للنظام الجزائري أن يقوم بمصالحة تاريخية ويحقق ما يسمى بالعدالة الانتقالية، وما هي الآليات التي يمكن أن تتبنى هذه العدالة الانتقالية. إضافة أن هناك توصيات أممية صدرت من لجان الاختفاء القسري ولجنة حقوق العمال المهاجرين التي تجرم هذا العمل، إضافة أن كان هناك نداء من أجل خلق آلية أممية لمنع تهجير الشعوب، وعلى المنظمات الحقوقية وكل الفاعلين والمهتمين من أجل دعوة المفوضية العليا للأمم المتحدة ومن خلال مجلس حقوق الإنسان لخلق لجنة أممية لمنع التهجير وعدم تكرار عملية التهجير، لأنه يدخل في إطار الانتهاكات لا إنسانية ويرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وجريمة إرهاب.